يقول الألباني: أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نضيف وآله قال في علي رضي الله عنه صلوات الله عليه، إنه خليفتي من بعدي فلا يصح بوجه من الوجوه شوفوا فد عالم كبير كيف يحقق في هذه القضيه الشيعه ينقلون طبعا مو الشيعه ينقلون، السنه ينقلون ايضا هيكل ناقل هذا الكتاب في حديثه حياه محمد صلى الله عليه واله في الطبعه الاولى غيره نقل يقول فلا يصح بوجه من الوجوه اصلا النبي ما قايل علي خليفتي من بعدي بل هو من اباطيلهم الكثيره من اباطيل الشيعه هذا كلام الالباني التي توفي قبل يمكن ست سنوات سبع سنوات انا قرات نعيه في الصحف والتجليل والتمجيد تمجيد عجيب التي دل الواقع التاريخي على كذبها شوفوا فد عالم شلون يريد يحلل هذه القضيه يقول الواقع التاريخي كذب هذه القضيه كما انه اذا من كنت مولاه فعلي مولاه هي اشاره الى قضيه الخلافه الواقع التاريخي يكذب هذا المعنى ليش لأنه لو فرض أن النبي صلى الله عليه وآله قاله لوقع كما قال، لأنه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف وعده، إذا النبي قايل خليفتي من بعدي وكلام النبي وحي يوحى والله لا يخلف وعده، اذا ليش علي بن ابي طالب ما صار خليفه من بعد النبي هذا الكلام محل نظر وتامل اكو هنالك شيئان، الشيء الاول تعيين الالهي القضيه الثانيه قبول الناس بهذا التعيين هاتان قضيتان منفصلتان قد يتحقق التعيين الالهي لفرد ولكن الناس لا يقبلون هذا الفرد عدم قبول الناس لفرد يدل على أن الله لم يعينه الناس رفضوا هارون رفضوا لو ما رفضوا القرآن الكريم يقول يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني قاعدتان هجموا عليه بسطوا ضربوا يعني اذا اذا الناس ما قبلوا اذا هارون مو خليفة موسى هذا منطق إن موسى عين هارون قال وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي، انت خليفتي وكلام النبي كلام الله. الناس رفضوا ذلك، اذا هارون مو خليفه، الواقع التاريخي يكذب خلافه هارون لان الناس ضربوه وعزلوه هذا منطق اذا واحد قال هذا المنطق شنو جوابكم؟ التعيين الالهي شيء، وقبول الناس لهذا التعيين شيء اخر، بعدين الكل يعرفون كل المطلعين ان الله سبحانه وتعالى له ارادتان، اراده تكوينيه واراده تشريعيه، اراده الله التكوينيه لا تتخلف عن مراده، الله سبحانه وتعالى يريد بالاراده التكوينيه التي تتعلق بالاشياء ان الشمس غدا تطلع من المشرق هل اراده الله التكوينيه تتخلف عن مراده لا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هاي اي اراده اراده تكوينيه الله تعالى له إرادة ثانية يعبر عنها بالإرادة التشريعية في القرآن اكو أن الله يريد أن يطهركم الإرادة التشريعية لا تتعلق بالفعل مباشرة يعني الله تعالى عندما يقول أقيموا الصلاة إرادته لا تتعلق بالفعل حتى يقع الفعل مباشرة وإنما إرادته تتعلق بوقوع الفعل عن اختيار المكلف عن إرادته هاي الإرادة التشريعية يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقع الحاج أو الصوم أو الصلاة أو ما أشبه ذلك بإرادتك فإذا لم ترد ذلك إرادة الله التشريعية لم تتحقق الله عندما يعبر في بعض الايات ان الله تعالى يريد ان يطهركم، هاي اي اراده؟ اذا واحد اشكل انه التطهير لم يقع. الجواب هذا التطهير مراد بالاراده التشريعيه مو بالاراده التكوينيه. فان النبي صلى الله عليه واله عندما يقول علي خليفتي من بعدي او يقول من كنت مولاه فعلي مولاه هذه اراده تشريعيه يعني الله سبحانه وتعالى يريد ذلك يحب ذلك بس الامه عملت بذلك او لم تعمل ذاك شيء اخر كما لم تعمل الأمة بكثير من إرادات الله التشريعية الله سبحانه وتعالى ما كان يريد للأمة أن تثبت في أحد ليش؟ كان يريد ذلك لأن الله أمر بالثبات ولكن الأمة خالفت إرادة الله التشريعية وفروا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هربوا وتركوا الرسول. فهذا الكلام كلام منظور فيه يقول بل هو من اباطيلهم الكثيره التي دل الواقع التاريخي على كذبها لانه لو فرض ان النبي صلى الله عليه واله واله مني قاله لوقع كما قال. لانه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف الميعاد. يقول وقد خرجت بعض احاديثهم في ذلك الكتاب الاخر في جمله احاديث لهم احتج بها عبد الحسين في المراجعات بينت وهاءها وبطلانها وكذبه هو في بعضها وتقوله على ائمه السنه فيها. طبعا كتبوا كتاب رد المراجعات ثم بعد ذلك جمعوا هذا الكتاب لان كل واحد كان يقرا المتن متن المراجعات بعدين يقرا الرد يقتنع بالمتن ولا يقتنع بالرد فجمعوه من الاسواق فبالنتيجه هذا الحديث حديث الغدير الذي انكره بعض المتسرعين كما يقول: هذا الحديث ثابت ولا مجال للشك فيه بأي وجه من الوجوه